قسم كبير منكم باخذه قبل الحمل وفتره الحمل لانه مهم كثير لجسم الطفل. للاسف كانت الرضاعه مره هي الشيء تقريبا موجود الوحيد. في السنوات القديمه كان 90% من الامهات يرضعن، في سنوات ال70 فجاه كل مره صارت تفكر حالها انه اذا رضعت جسمها بيصير مش حلو، تنصح وتكبر ومش عارف ايش وبتخدر. ففي فترة معينة بالسبعينات لأول التسعينات نسبة الرضاعة نزلت بشكل كبير في مجتمعنا العرب واليهود هون. دكتور نايف الحاج، طبعا اليوم بتنظموا مهرجان الصحة للمرأة وكل ما يتعلق للأطفال الرضع، تحكي لنا أهمية مثل هذا المهرجان في وسط العرب. كما تعرف في السنة الماضية نظمنا مهرجان صحة المرأة القطري اللي كان هو الأول من نوعه في المنطقة، بتتذكر في 9/5/2008، وكان في حضور لا بأس فيه، وكنا كثير نعتبر انه هذا كان ناجح جدا، وهذا مما شجعنا ان نرتب كمان مرة المهرجان القطري هذا الثاني، اللي من خلال هذا المهرجان راح يتقدم محاضرات طبية عن تطور الطفل والتغذية في السنة الاولى للطفل، ومحاضرة من قبل طبيب نفسي حول الولادة النفسية والاكتئاب، ومحاضرة من قبلي راح اقدمها عن العقم عند النساء أسبابه وعلاجه. يعني مثل ما تفضل الدكتور المحاضر تحدث على قضية الرضاعة. نعم. يعني انتشر بين النساء إنه المرأة التي ترضع أو الأم التي ترضع هذا الإشي بيأثر على كسمة وبيأثر من ناحية صحية. هل هذا صحيح؟ هذا لا يؤثر بالمرة، بينما كما ذكر إنه الحليب الأم يحتوي على عدة فيتامينات، على هرمونات، على مواد غذائية مفيدة جدا. وهذا صحي جدا للأطفال أكثر من أي منتجات ثانية. ولكن اليوم لأنه المرأة مش في الماضي زي في الماضي كانت بالبيت موجودة، اليوم بتترك البيت وفي العمل، فأوجدوا هذا الشيء كبديل للرضاعة. ولكن يا ريت انه كل واحد تقدر ترضع على القليل 6 أشهر اقل شيء. نعم. شو الرسالة اللي بتوصلوها دكتور من خلال هذا المهرجان؟ من خلال هذا المهرجان احنا راح نوصل انه ندير بالنا على اطفالنا من ناحيه التغذيه الصحيحه، وزي يقول العقل السليم في الجسم السليم. نعم. وفي نفس الوقت احنا كمان في اشياء كثير اللي غامضه عند النساء اللي احنا بنحاول اليوم نوصلها يفهموها لما بتوجهوا لطبيب، حتى يعرفوا كيف يتخرفوا معاه، مش انه زي المريضه في الوسط اليهودي لما بتحكي معها بتطلع لك منشورات من الانترنت. نعم. بينما عندنا بتحكي بعدين لحد قسم اليوم بقول لك الدواء الاحمر والدواء الابيض، فاحنا بدنا. نعم. اليوم نتقدم واحنا نناقش هذا الشيء مع المريض، والمريض يفهم الاشياء الصحيحه. دكتور نايف الحاج، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم جدا، وشكرا لجريده كل العرب.